هذه الدفعات وينطلق سن الحجايج في هذا الصباح وهذا الأداء المميز الجميل. رحب بكل الأخوة الملاك مشاهدي الكرام الحاضرين في التنافس هنا وإثراء هذه الرياضة وهذه الأشواط بهذه النوعيات وهذه السباق في ميادين السباق. نتابع مع حضراتكم حبلنا الكريم انطلاقة الشوط الذي يسير أمامكم هو الشوط العاشر والخاص بالجعادين، البداية والمسار الأول. حبلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في هذه الاندفاع وهذا التواصل على شاشة التلفزيون، ينطلق على المركز الأول الباز لحمد بن فري بن ناصر بن دلموتش هو من يتقدم مشاهدينا الكرام، بينما المركز الثاني راهي علي بن طحنون بن مهيره المري هو من يتواجد يحتل المركز الثاني في هذه اللحظه. اما المركز الثالث مشاهدينا الكرام الباز لحمد بن فري بن ناصر بن دلموتش هو من يحتل المركز الثالث في هذه اللحظة. المركز الرابع هناك شعار بن راية يتدخل سعيد بن علي بن راية المري يقدم لنا ذباح على المركز الرابع والمركز المركز الخامس مشاهدينا الأعزاء وصل الجوكر ياتي مشاهدي الكرام لعلي بن سلطان بن رشيد التبي من يحتل المركز العاشر الخامس. هذه النتيجة لمراكزنا الأولى المتقدمة في هذه الانطلاق وهذا التواصل. هذه مشاهدينا الكرام تواصل الأشواط وتحديات الأسماء المنطلقة في لقاء هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول، نعود إلى الباز الذي يتقدم ويحتل الصدارة الأولى. الباز لازال في مقدمة هذا الشوط، الباز أكيد يبغي يحلق على المركز الأول ويطير نحو الصدارة، نحو الهدف المنشود، نحو فريسته. إنه الباز حمد مشاهدي الكرام بن فري بن دلموتش من يتقدم حتى هذه بن دلموك حتى الآن هو من يتقدم ويسير بتصدر هذه الأشواط وهذه الأسماء. المركز الثاني وصل هنا ممدوح لمبارك بن محمد بن علي اليربوعي يتواجد ويحتل المركز الثاني. مبارك بن محمد بن صرير المري من يتواجد يحتل المركز الثالث او المركز الثاني، بينما المركز الثالث النادر لراشد بن جعفر بن مرخان يتواجد على المركز الثالث حبلنا الكريم، بينما المركز الرابع وصول من قبل السليماني حمد بن خويتم العامري ياتي بالمركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس مشاهدينا الكرام هكذا اذا التواصل حبلنا الكريم مشاهدينا الاعزاء، نسير بهذه الانطلاقه وهذه التحديات. عموما على كل حال نعود الى المركز الاول، نعود الى صداره الشوط والمقدمه والمسار. هنا لا زال الباز ايها الحبل الكريم مشاهدينا الاعزاء لا زال هو المتصدر هذه المجموعه، هذه الاسماء. ياتي مشاهدينا الكرام حمد بن فري بن ناصر بن دلموك هو على قمه الشوط، لكن ياتي النادر ينافس النادر من جديد في هذه الانطلاقه، والنادر سعود ملكيته لراشد بن جعفر بن مرخان بدا يتقدم لكن غير السليماني وانتزع المركز الاول في هذه اللحظات. حمد بن خويتم بن مقيت العامري وصل ليحتل المركز الاول مع ال 1200 مشاهدينا الاعزاء، لكن راشد بن جعفر بن مرخان يقدم لنا النادر على المركز الثاني في هذه اللحظة. المركز الثالث هناك تواصل من الباز وياتينا مشاهدي الكرام حمد بن فري بن دلموك في المركز الثالث، لكن وصل بالراية سعيد بن علي بن راية المري يصل يحتل المركز الثالث في هذه الانطلاقة وهذا التواصل. نعود أيها
الحول الكريم إلى المركز الأول وإلى صدارة هذا الشوط وإلى التقدم الأول. راشد بن جعفر بن مرخان من يتواجد يحتل المركز الأول في هذه اللحظات، ومن يسير الصدارة الأولى. المركز الثاني هنا وصل همام سالم بن محمد بقبيعة الاجتبي يصل ويحتل المركز الثاني. المركز الثالث بالراية، لكن هنا تسلل مشاهدين الأعزاء في هذه الانطلاقة وهذه التحديات. نسير لنصل إلى مسار التحدي ومسار المنافسة القوية. النادر 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 على المركز الأول. يا سلام يا النادر. راشد بن مرخان الاجتبي هو الآن المتصدر، هو المتسيد للشوط، هو النادر. مشاهدين الكرام يطير بالفوز والانتصار. الله، سلالة الطاغي بالفعل ينطلق ينطلق. راشد بن جعفر بن مرخان هنا ليقدم النادر على المركز الأول في هذا الشوط بهذا الأداء المميز، بهذا الأداء المميز. سلام لدبي، سلام سلام للزعبيل. مشاهدين الكرام يحتضن مع وجود النادر على المركز الأول. تهانينا والناموس راشد بن جعفر بن مرخان. المركز الثاني سالم بن محمد بن ضبيعة. المركز الثالث الحليش لناصر بن سالم بن ناصر بن سعد الهاشمي. والمركز الثالث في هذه الانتقال ياتي لخليفه بن سيف الراشد المقعودي. والمركز الخامس، المركز الخامس هنا مشاهدينا الكرام وصلنا من خلال الاداء سراب المبارك بن سالم بن سعيد الزرعي يصل ليحتل المركز الخامس في هذه الانطلاقه وهذه التحديات. هكذا المسار. ها هو النادر مشاهدينا الكرام، 6 دقائق 16 ثانية و52 جزء من الثانية. ثانينا هو الناموس لراشد بن جعفر بن مرخان على هذا الفوز، ومشكور يا الحبسي على هذا الأداء سعود الحبسي. بينما المركز الثاني سالم بن محمد بن طبيعة. مشاهدينا الكرام 6 دقائق 20 ثانية 16 جزء من الثانية. ثانينا هو الناموس على هذا الفوز، وكذلك تقديم ثاني المراكز. أما المركز الثالث كان الحضور والتتابع من قبل الحليش ناصر بن ساعد بن سالم الهاشمي، من قدم ثالث المراكز توقيت زمني 6 دقائق 20 ثانية و46 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.